لا في قطع عمليات الأنبار ولا قطع عمليات صلاح الدين، كان ما بعد التحرير ويذهبون إلى بعض المناطق، ولكن لم يحصل عملية التطوع أو الالتحاق بالقطاعات العسكرية إلا ما ندر. هذه البيئة الطاردة التي اليوم بدأت تحارب داعش، داعش عندما انقطعت عنه الإمدادات بالمقاتلين الأجانب، نعم. الذي كان يستعين بأكثر من 102 جنسية في العالم، كان يعتمد على المقاتل المحلي، لكن انظري إلى العملية اليوم وكذلك صلابة الموقف وقناعة الناس بأن داعش تنظيم إرهاب، وأيضا قناعتهم بالإمكانات العسكرية العراقية والتحولات التي فرضتها الانتصارات، جعلت من المواطن هذا البيئة الحاضنة لداعش انقلبت عليه. بدأوا يقتلون داعش، بدأوا يشكلون تنظيمات مسلحة مناهضة إلى داعش، بدأوا يتعاونون مع القطاعات العسكرية بالمعلومة وكذلك رصد حركة داعش. وأيضا الأمر الكبير، نتكلم عن 3000 مقاتل اليوم في قطاع عمليات تل عفر، هو اليوم مشترك مع أبناء الحشد الشعبي، وهذا سوف يحدث انتقالة نوعية في سير المعارك في تلك الأماكن، لأنهم سوف يكسبون ولاء العشيرة التي ينتمون إليها، ولاء الطائفة ولاء المذهب، وأيضا يعلمون بالجغرافيا، وكذلك هم اليوم لهم الأحقية، ولا يستطيع أحد أن يكيل الاتهامات إلى القطاعات العسكرية من الذين ينتمون إلى داعش فكرا وسلوكا. البعض منهم قد لا يتبنى مواقف داعش، لكنه يحاول إيجاد بعض الأعمال المنفردة أو كذلك بعض الهنات أو الزلات حتى يأخذ منها مادة ما بعد النصر، حتى تكون في الميدان السياسي هي مشتعلة ويستطيع أن يضرب ذلك النصر ويستطيع أن يشكك بالقدرات العسكرية العراقية. وجود مقاتلين من أبناء تلك المناطق أنا باعتقادي هو لإنجاز المهام بشكل سريع، خبرتهم الكبيرة بالمنطقة، معرفتهم بالعشائر، معرفتهم بعناصر التنظيم، الجام الأفواه التي تريد أن تأخذ بعض الاتهامات وتجعل منها مادة، وكذلك تعطي رسالة إلى العالم بأن داعش مرفوض ولا يستطيع أحد المراهنة عليه. ومن يكون مراهنا على داعش أنا باعتقادي يكون واهما، لأن اليوم داعش أداة ملوثة وعملت ما عملت في كل المناطق، لم يسلم للموضوع البشر ولا الأرض ولا الموضوعة الحضارة ولا الأديان. فهذا التنظيم يجب أن يعالج بطريقة ولا تكون أن تكون هنالك مراهنات على المستوى السياسي أو على المستوى العالمي، حتى وإن كانت هنالك مصالح، فاليوم المصلحة الأولى بالجميع عليهم القضاء على هذا التنظيم، ومن ثم العودة إلى ما يمكن العودة إليه من حوارات أو من اتفاقات أو بعض المطالب لبعضهم. طيب سيد جاسم ابقى معنا، نعود إلى